في هذا الاجتماع الاخير كنوضعوا اللمسات الاخيره على الخطه الاستراتيجيه العمل اللي غادي نقوموا بها. حيت حنا كنحاولوا نركزوا على اساس ديال شنو وعيوا وناثروا المواطنين في عمليه التصويت، لان كيف ما شفتوا التصويت هذه المره هذه غادي يكون متغير على المرات اللي فاتت. والحمد لله عملنا الحمله الانتخابيه ديالنا، تواصلنا في الميدان مع المواطنين والمواطنات ولمسنا بان كاينه رغبه في التغيير وتجاوبوا معنا جد ايجابيا. احنا اللي يمكن لي نقول لاخواني سكان مدينه طنجه هو انه التغيير ما يقدر يكون الا بالتصويت، وكندعيهم باش انهم يصوتوا على الحزب ديالنا الاصاله والمعاصره اللي الرمز ديالو هو الجرار اي تراكتور. هذه الجلسه هذه اللي كنحاولوا بعض الاخوان المرشحين اللي معنا لا على مستوى البرلمان المحلي ولا البرلمان الجهوي ولا مرشح الجهه، كنوضعوا اللمسات الاخيره ما قبل يوم الاقتراع اللي باقي فيه 48 ساعه. هذه اللمسات كتجلى بتحديد المراقبين اللي غنحدهم في المكاتب، كذلك كتعرفوا ان 24 ساعه الاخيره يجب التكثيف الحملات المواطنين، تعريف الطريقه ديال التصويت. كذلك مش كتعرفوا بان هذه اول مره المغرب كيعمل هذه التجربه ديال هذه الاقتراع بهذا النوع هذا اللي فيه الاقتراع ديال الجماعات ولا الجهات ولا البرلمان الجهوي ولا البرلمان الوطني في يوم واحد، ولهذا هذا كيتطلب واحد تكثيف هذه الحمله ديال التوعيه وتعريف طريقه التصويت الناخبين. وكذلك حنا من هذا المنبر هذا انا كندعي جميع الناخبات والناخبين باش يلبيوا النداء ديال التصويت، لان هذا في صالح الساكنه وهذا هو اللي كيجعل ان الشعب يعطي واحد او الساكنه ديال الاقليم تختار الرجل والسيده المناسبه في المكان المناسب. الترشيح ديالي جاء تماشيا مع المستجدات التشريعيه الجديده وتعويض اللائحه الوطنيه باللائحه الجهويه، وهذا سيضمن تمثيليه للمراه للمساهمه في صناعه القرار السياسي. حنا بصفتي كنتمي لحزب الاصاله والمعاصره وضعنا ثلاثه ديال القطاعات الاساسيه اللي اشتغلنا عليها، هي قطاع الشباب، قطاع التشغيل، قطاع الحكامه. من هذه القطاعات سطرنا مجموعه ديال الاولويات اللي اعتبرناها التزامات لنا لتنفيذها على ارض الواقع. هذه الاولويات كلها تصب في خدمه المواطن في التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه. واول اولويه سطرناها هي ضمان ولوج قوي للمدرسه العموميه. كتعرفوا بان الطفل هو اللبنه الاساسيه للمجتمع، وبالتالي فالتركيز ديالنا واولى الاولويات كانت على المدرسه، بالاضافه الى مجموعه من القطاعات الاخرى كانفتاح الشباب على المقاوله، تشجيع الشباب في سوق الشغل، الطبيب، الصحه، كل الحقوق اللي كتضمن الكرامه والعيش الكريم للمواطن. التصويت هو واجب وطني، ادعوكم للتصويت والمشاركه في اختيار المؤسسات التي ستمثلكم مستقبلا. ادعوكم للتصويت وللتصويت بكثافه لرمز الجرار، لانه يمثل حزبنا حزب الاصاله والمعاصره. حزب الاصاله والمعاصره قام بواحد الحمله ناجحه، المرشحين والمرشحات ديالو استطاعوا باش يتواصلوا مع اكبر عدد ممكن ديال المواطنات والمواطنين والناخبات والناخبين مختلف الجماعات ديال طنجة أصيلة، وكذلك مختلف الجماعات ديال الاقاليم الثمانيه. المرشحين ديالنا والمرشحات حاولوا خلال التواصل ديالهم مع الناخبات والناخبين حاولوا باش يوصلوا البرنامج ديال الحزب اللي كان واحد البرنامج طموح، برنامج اللي ركز على مختلف القطاعات اللي عندها واحد ارتباط بالحياه اليوميه ديال المواطن، اللي عندها واحد ارتباط بالمعيش ديال مختلف الفئات ديال المجتمع المغربي. هذا البرنامج اللي ركز
على القطاعات اللي عندها واحد الدور في التنمية ديال البلاد، عندها واحد الدور في خدمة القضايا ديال الشرائح، خاصة شريحة الشباب. عليها في هذا البرنامج ركز مثلا على القطاع ديال التشغيل اللي عطى واحد الاهميه كبيره، لانه كما كتعرفوا بان المعضله الرئيسيه ديال البلاد هي البطاله ديال الشباب والخريجين من المعاهد ومن الكليات. كذلك البرنامج ديالنا ركز على قطاعات اجتماعيه اخرى كالقطاع ديال الصحه والقطاع ديال التعليم، اضافه الى القطاعات الاقتصاديه بحال القطاع ديال الصناعه. والبرنامج ديالنا ركز بزاف على وعطى التزامات على انه في حاله الحزب اذا وصل الحكومه فانه غادي ينهج السياسه ديال التصنيع، لانه كما كتعرفوا التصنيع هي الوسيله الاساسيه لاحداث مناصب الشغل. ركزنا ايضا على قطاعات كثيره منها القطاع ديال السياحه، لانه كما كتشوفوا مع هذه الازمه ديال كوفيد 19 تبين بانه السياسه اللي كانت مطبقه في القطاع ديال السياحه كانت السياسه اللي فيها اختلالات كثيره، اللي حنا كنشوفوا دابا بانه مجموعه ديال الناس اللي كانوا كيشتغلوا، على عدد هائل من الناس اللي كانوا كيشتغلوا في هذا القطاع الان معرضين للبطاله. ولهذا فالبرنامج ديال الحزب ركز على تشجيع ديال السياحه الداخليه عوض النقطه اللي كان مركز عليها البرنامج الحكومي الحالي اللي هو السياحه الخارجيه. ركزنا ايضا على القطاع ديال الفلاحه واعاده النظر في المخطط ديال المغرب الاخضر اللي كتميز مجموعه ديال الاختلالات. ايضا في القطاع ديال الصيد البحري قدمنا برنامج اللي غادي يتجاوز الاختلالات اللي كاين للسياسه الحكوميه في هذا القطاع، حيت كنشوفوا بانه القطاع ديال الصيد البحري حدا المغرب اللي كيتوفر على الاف الكيلومترات ديال البحار، ولكن مازال الثروه السمكيه ما كتوصلش للشرائح المتعدده في المجتمع المغربي. ركزنا على القطاعات الاخرى اللي عندها واحد الطابع ثقافي، لانه حزب الاصاله والمعاصره عاطي واحد الاهميه كبيره للتنميه الثقافيه ديال البلاد، ومن خلال هذا التواصل ديال الناخبات والناخبين مع الناخبات والناخبين تبيننا بانه المواطنات والمواطنين كان عندهم واحد التجاوب ايجابي جدا مع البرنامج ديالنا. هذا اللي كيخلينا بانه عندنا واحد التفاؤل بانه ان شاء الله نحتلوا الرتبه الاولى لا على المستوى الاقليمي ولا على المستوى الجهوي ولا على المستوى الوطني.